لليوم الثاني على التوالي الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود السورية الأردنية. تدهور الواقع الإنساني في الشمال السوري مع تصاعد العجز الأممي عن مد يد العون للأهالي. تسرب الأطفال من المدارس في مخيمات الشمال السوري يهدد مستقبلهم بالأمية ويثير مخاوف الأهالي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرة أخبار المساء. أعلن الجيش الأردني صد محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات لليوم الثاني على التوالي، حيث قتل عنصر وأصيب آخر في اشتباك بين حرس الحدود الأردني ومهربي مخدرات قادموا من مناطق سلطة الأسد. التقرير والتفاصيل. يستمر الأسد في بث القلق على الحدود مع جيران سوريا، مخدرات وسلاح واشتباكات وضحايا في حرب ثقيلة خاصة على الأردن الذي يدفع ثمن إصرار الأسد على إغراقه بالكبتاغون. الجيش الأردني أعلن إحباطه محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من مناطق سلطة الأسد، وأكد أن العاملين في التهريب استغلوا الظروف الجوية السائدة وطبيعة تضاريس المنطقة الصعبة لإتمام عمليات التهريب. وعثرت قوات حرس الحدود الأردنية على 119,000 حبة كبتاغون و 14,800 حبة ترامادول و 1,748 كف حشيش، كما ربطت القوات الأردنية المجموعة المتسللة بالمجموعة التي قامت بعملية تهريب قبل يوم أسفرت عن مقتل عنصر في الجيش الأردني على الحدود مع سوريا. ولليوم الثاني على التوالي يعلن الجيش الأردني تصديه لمحاولات تهريب مخدرات على الحدود مع مناطق سيطرة الأسد، الحدود التي شهدت خلال السنوات السابقة عمليات تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون، تهمت سلطة الأسد في كثير من المرات بالوقوف خلفها. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر مشروعان لمكافحة تهريب الكبتاغون من قبل سلطة الأسد، الأمر الذي يؤكد مسؤولية الأسد عن صناعة وتجارة وتهريب المخدرات لدول الجوار. وتشكل دول الخليج السوق المفضلة لسلطة الأسد بسبب العائد المادي الكبير الذي توفره تجارة المخدرات، أموال يستخدمها الأسد في حربه على الشعب السوري المطالب بالحرية منذ أكثر من 13 عام. ومعنا السيد موسى القلاب الباحث الاستراتيجي معي من الأردن، حياكم الله. ما يحدث على الحدود السورية الأردنية هو سابقة خطيرة إن صح التعبير، برأيك كيف سيتعامل الأردن مع هذه التطورات؟ يعني في الواقع التعامل الأردني راح يكون يعني تعامل قوي وشديد من خلال الإجراءات العسكرية والأمنية الرادعة لمثل هذه هكذا عمليات. المهربون ومن يدعمهم ومن يخطط لهم من داخل سوريا ومن خلال يعني متنفذين في النظام السوري يستغلوا حاليا ضغوط الحرب في غزة وربما رفع حالة الاستعداد لدى الجيش الأردني المفترضة بناء على ظروف الحرب في غزة وتداعياتها واحتمالاتها المستقبلية. هذا أحد الأسباب الرئيسية. أما السبب الآخر ويبدو سبب ثانوي ألا وهو استغلال المهربين لحالة الطقس ودخول فترة الشتاء وفي الصحراء خصوصا على الحدود السورية الأردنية درجة الحرارة منخفضة ليلا وعند ساعات الفجر، وبالتالي يفترضوا هم أن يكون هناك نوع من أنواع التراخي في الجانب الأردني وهم مخطئون في ذلك. نعم، إذن الجيش الأردني على قوة استعداد. إذن سيد موسى،
الأمور تتطور سواء في عدد الشحنات التي تحاول عبور الحدود السورية الأردنية من الكبتاجون، وأيضا هناك تطور بسقوط عنصر من الأردن. برأيك هل سيبقى الأردن على سياسة تطبيع العلاقات مع سلطة الأسد بعد مقتل هذا العنصر من الجيش الأردني؟ في يعني هذا الحقيقة القرار هو قرار سياسي أردني، لأنه التطبيع مع النظام السوري هو قرار سياسي عربي يعني يشمل الأردن، وهو قد يكون يعني غير مرتبط تماما بما يجري على الحدود من عمليات تهريب يعني من قبل دعم من النظام السوري ومتنفذين في النظام السوري وميليشيات أيضا إيرانية من داخل سوريا. ربما يعني لغاية الآن أنا شخصيا لا أتوقع يعني أن تجري أي تغييرات أو تبدلات على موضوع التطبيع، يعني إذا ما استمرت عمليات تهريب بهذا المستوى، ولكن إذا زادت وتفاقمت عمليات التهريب ويعني وأصبحت يعني تشمل عمليات تهريب خطيرة على الأمن الأردني مثل سلاح ذخائر إلى آخره، باعتقادي سيكون هنالك يعني لكل حادث حديث، والمملكة الأردنية الهاشمية لديها من الأدوات السياسية والدبلوماسية ما توقف هذه العمليات عند حتى ومن يقف وراءها. إذن الأمور مرتبطة بالتطورات على الأرض. أشكرك جزيل الشكر السيد موسى القلاب الباحث الاستراتيجي، كنت معي من الأردن. قال فريق منسقو استجابة سوريا إن على كافة المنظمات والهيئات الإنسانية المساهمة الفعالة بتأمين احتياجيات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام مع تفاقم الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا في ظل نقص المساعدات وتزايد أعداد المحتاجين والعاطلين عن العمل. يزداد الواقع الإنساني سوءا في الشمال السوري، بينما تعجز الأمم المتحدة عن إرسال المساعدات لأكثر مناطق العالم حاجة لها. تحاول منظمة سورية لفت نظر المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية من جديد لحال السوريين الذي يزداد صعوبة. فريق منسق استجابة سوريا قال إن أعداد المحتاجين في مناطق شمال غرب سوريا بلغ 4,400,000 نسمة، ومما يزيد المعاناة هو ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية وتزايد معدلات البطالة بنسبة وصلت إلى قرابة 89% بشكل وسطي. الفريق أطلق نداء مناشدة عاجل لتغطية القطاعات الإنسانية في شمال غرب سوريا مع دخول فصل الشتاء وتغطية الحد الأدنى من التمويل الخاص لكل قطاع، مطالبا كافة المنظمات والهيئات الإنسانية المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام. لا تقتصر المشكلة في شمال سوريا على الواقع الإنساني، إذ يزيد قصف سلطة الأسد وروسيا لتلك المناطق من معاناة السوريين إلى جانب تعطل أعمالهم وتدمير مصادر رزقهم وتشكيل حالة من اللا استقرار. المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفن شنيك قال إن بلاده تشعر بالقلق إزاء تجدد التصعيد في إدلب وريف حلب. شنيك أعرب عن أسفه لمقتل 9 أشخاص بينهم أطفال وإصابة أكثر من 40 آخرين مؤخرا في إدلب وريف حلب جراء القصف الذي نفذته سلطة الأسد، مؤكدا أنه حان الوقت للعمل بالقرار 2254 المتعلق بالحل السياسي في سوريا. لا جديد يذكر إذن، فالواقع الإنساني ماض في تدهوره بينما تغيب الإجراءات الفعلية من الدول المعنية بتقديم المساعدة أو حتى بتحقيق تقدم في الملف السياسي الذي بات يتعقد أكثر فأكثر مع مضي الزمن.
طالب قاطنو المخيمات المحيطة بمدينة عزاز شمالية حلب طالبوا الجهات المسؤولة والمنظمات مساعدتهم لتأمين خيام جديدة وتعبيد الطرقات خوفا من غرق خيامهم كما حدث في العاصفة الماضية قبل أيام. نحن عم نعاني من هالأمور اللي نحن فيها، محبوسين بقلب الخيام، لا طلعة ولا فوتة، والمي بقلب الخيام عم تفوت علينا على خيام المطار، يعني من الأرض عم تروح علينا المي، ليك هاي الطريق قدامك كلياته، تفرجوا على المنظر، يعني لا ولد لا حدا لا كبير لا صغير بيحسن بيفوت وبيطلع، يعني محبوسين حبس بقلب الخيمة، وعندك من ناشد منظمات من ناشد بنبعث ما حدا برد علينا ولا حدا. ونحن هاي المخيم كلياته 65 عائلة، تفرج اسألهم على نفس الحكي كله، يعني لا ضل عنا حرام لا ضل سداجة لا ضل سفنجي ما ضل عنا شيء، وخيمنا كله عم تنز مي علينا. نحن ساكنين بخيام وعم نعاني من مشكلة الخيام كثير، عم نعاني منها. هلا اجانا امطار ومطار قذيرة كثير وسيلانات صارت، الخيام كلها تعبانة وتلفانة وهريانة، عم نظل نرقع فيها ونشدشد فيها، وأحيانا وقت يجي المطر الخيام عم تطير من فوقنا. نحن بنناشد الجهات المختصة بهالأمر هذا أنه بنضرب وضعنا بوضع المخيم، شلون الوضع، العالم تعب، يعني وضعه تعبان وأحواله تعبانة وخيم تعبانة وطرقات تعبانة ووحل وطين، ويعني معاناة كثير كثير صعبة. خيام اليومين جاتنا خيام عاصفة مطرية، خيام غرغت الخيام والأغراض تملوا مي، والطرق شايف عينك أخي يومين دخل عليها، ولازمنا أخي من الجهات المعنية إنه خيام يساعدونا بالخيام، عوازل يساعدونا، من نهارين طلع الشمس شمسنا الأغراض، واليوم جانا مطر، عم نعاني من هالشغلات أخي يوم بالشتاء، يعني معاناة، يعني أنت علي شلون لا لبس الأغراض للأولاد على السوا، يعني نتمنى من الجهات المعنية إنه يساعدونا أخي يوم للأطفال للبيوت أخي يوم مثل خيام مثل عوازل بك يا أخي يساعدونا. بوادر الطبية في مستشفى عفرين الوطني نفذوا وقفة تضامنية مع أهالي غزة وخاصة الكوادر الطبية هناك الذين يتعرضون للانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. طبعا في هذا اليوم يعني عملنا وقفة تضامنية مع إخواننا في فلسطين وغزة خاصة، طبعا باعتبارنا كوادر طبية نعاني مثلما عانوا أخواننا الكوادر الطبية في غزة، مثل ما عانينا نحن من قصف الأسد ونظامها المجرم، هم يعانون أيضا من قصف الاحتلال الصهيوني لهم واعتقالهم وتعذيبهم وحتى استشهادهم. طبعا وقفتنا اليوم يعني أبسط ما نقدم لإخواننا في غزة في هذا اليوم هي هذه الوقفة التضامنية. نبعث رسالة إلى جميع العالم أن أهلنا في غزة ليس وحدهم، وإنما كل العالم معهم، وخاصة كوادرنا الطبية في الشمال السوري كافة وفي عفرين خاصة، نعلن تضامننا معهم، ودمهم دمنا وعرضهم عرضنا. نحن وقفنا وقفة احتجاجية مع أهلنا ومشاركة مع أهلنا في غزة مما يرتكبه الصهاينة المجرمين من جرائم حرب. ضد شعبنا وأهلنا في غزة، من أجل ذلك وقفنا وقفة احتجاجية يعني تضامنا مع أهلنا في غزة. قام كادر المشفى عفرين بوقفة تضامنية مع أهلنا في غزة تماشيا مع الواقع الذي يحصل لهم من ألم وقصف وما يعانونه في واقعهم الحالي. انه نحن بنوصل رساله انه نحن كأمة واحده جسد واحده يحس بعضنا ببعض بالالم الواحد. وقفنا مع الاخوه الاتراك دعما لغزه، دعاء لله سبحانه وتعالى ان ينصر المجاهدين وان يشفي الجرحى وان يتقبل الشهداء. نشرتنا مستمره وفيها بعد الفاصل. بهدف تعزيز التعاون بين الإعلام العربي والتركي، اجتماع لبيت الإعلاميين العرب في ولاية غازي عنتاب التركية.
أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء. تسرب الأطفال من المدارس يثير مخاوف أهاليهم ويهدد مستقبلهم بالأمية، خاصة في مخيمات الشمال السوري التي يفتقد معظمها للمدارس للتعليم الأساسي. التقرير والتفاصيل. يشعر حسن بقلق مستمر حول مستقبل أطفاله. هو أب ل15 طفل، أكبرهم بعمر 13 عاما. تعكس حالته النفسية مخاوفه حيال فقدان أبناء حقوق التعليم بسبب تسربهم من المدرسة وعدم توفرها في المخيم الذي يسكنون به. الحل ما في، يعني وين بده أخذهم؟ ما نعرفان. خذيتهم على مدرسة بدهم مصروف وبدمشيتين وما في بالقدرة، أو بيع عجاوين عم يشتغلون بهالزيتون الحز، لسه موسم الزيتون ما انتهى، عم يشتغلون، عم يردون يساعدونا شوي. أما ما عم يشتغل بس هذا عم ياكل ويشرب ويقعد بالبيت. هذا الريدي حل نقعد بالمدرسة. يعني إذا ما درسهم يعني حالة كارثية، يعني شو تاريته؟ الولد اللي ما عرف يدرس عند التالي شنو؟ يعني كارثة، تالي مستقبله ما له مستقبل خالص. أغلب المخيمات أغلب الطلاب هو ناس بتشتغل بتصرف على أهاليها، الناس ما عندها استطاعة تعلم الطالب، وهذا حان المخيمات يعني إجمالا. تتواصل ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس في الفترة الأخيرة، مما يشكل تحديا أمام المؤسسات التعليمية والأسر على حد سواء، ويعتبر هذا التطور السلبي خطيرا، ويشير بوضوح إلى الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة ومناسبة لمعالجته، مع اعتبار التعليم قطاعا مهمشا من قبل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية وغياب الدعم الكافي لهذا القطاع. الحلول التي لدينا حاليا، تم الربط مع دائرة الأحوال المدنية لمعرفة كل الأطفال الذين بلغوا السن الذي يسمح لهم بالدخول إلى المدرسة ولم يتسنى لنا معرفتهم. حاليا تم الربط على هذا الموضوع. أيضا تم الربط مع المنظمات بإدارة الحالة، يكون دخل مادي بسيط يأخذه الطالب كتشجيع للعودة إلى المدرسة. كشف مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا في تقريره الأخير أن 57% من الأطفال شمال غرب سوريا لا يوجد لديهم وصولا إلى المدارس الابتدائية، كما أن 80% من الفتيان لا يملكون وصولا للمدارس الثانوية. وأكد أن حوالي 2 مليون طفل في سن المدرسة يقيمون في شمال غرب سوريا، منهم 1 مليون على الأقل خارج المدرسة، وخاصة في مخيمات النزوح بسبب الوضع المأساوي. لا تزال ظاهرة التسرب المدرسي تتسع في سوريا وتدق معها ناقوس الخطر حول مصير عدد كبير من الأطفال يغادرون مقاعد الدراسة ويتجهون للعمل أو لاتجاهات أخرى قد تجعل منهم متسولين أو قاطعي طريق أو مجرمين، مما ينذر بكارثة كبرى على المجتمع السوري. أحمد يد، حلب اليوم، ريف إدلب. ومعنا السيد محمود السلوم قائد مسار التعليم المدرسي في مبادرة مسارات، حياك الله معي من إدلب. في البداية، لماذا لا يوجد مدارس للتعليم الأساسي في المخيمات؟ مساء الخير. حقيقة بالنسبة للتسرب المدرسي كما أسلفتم، يعني هي ظاهرة أصبحت خطيرة ويكاد ناقوس خطر يدق في الشمال السوري. يعني 2.5 مليون طالب خارج منظومة التعليم طبعا في سوريا. نصيب الشمال السوري لوحده قرابة 318 ألف طالب خارج منظومة التعليم. بالنسبة إلى التسرب المدرسي، يمكن يعني دائما نحن نعزوه للأهل، لكن يجب أن لا نغفل يعني أيضا دور والمشاكل بما يتعلق بالبيئة المدرسية. يعني هناك ضعف حقيقة، يعني خاصة بعد التهجير ونزوح القصر الذي تعرض له الشمال السوري، أصبح هناك يعني خروج كثير من المدارس، يعني من نعم المدارس عن الخدمة. نعم، هذه هي الأسباب، لكن سألتك عن غياب المدارس للتعليم الأساسي في المخيمات، والمخيمات تحوي عدد كبير من النازحين السوريين.
نعم، يعني خاصة قطاع التعليم، يعني قطاع التعليم تشعر أنه محارب يعني في الشمال السوري نتيجة يعني وجود مخيمات كبيرة على اتساع كبير، يعني فجميع المخيمات في معظمها يفتقر إلى نقاط التعليم. طبعا هذا سببه قلة الدعم، يعني قلة الدعم الخارجية، يعني سواء كانت منظمات أو سواء كانت الإدارة المحلية. أشكرك السيد محمود السلوم، قائد مسار التعليم المدرسي في مبادرة مسارات، كنت معي من إدلب. كشفت مصادر خاصة لحلب اليوم عن حملة شراء لعقارات ومباني سكنية في مدينة حمص من قبل جهات تتبع لميليشيا حزب الله اللبناني. وأكدت المصادر أن صاحب مكتب المدائن جعفر علي يعتبر من أبرز المشترين للعقارات داخل حي الخالدية، حيث حصل على تسهيلات من قبل مديرية العقارات ومديرية المالية لتجاوز الحجز الاحتياطي على الأموال غير المنقولة الصادرة بحق أصحاب العقارات، ممن تم توجيه اتهامات لهم بجرم الإرهاب. ويعمل المدعو جعفر علي بحسب معلومات خاصة لحلب اليوم تحت غطاء رئيس فرع المخابرات الجوية العميد شفيق صارم، وهو المسؤول عن قطاع الخالدية بتوصية من قبل حزب الله اللبناني، مقابل حصوله على نسبة مالية من كل عملية بيع. أكدت صحيفة فرانكفورت الألمانية أن الصيادلة السوريين يلعبون دورا محوريا في استمرارية قطاع الصيدلة في ألمانيا. وقالت الصحيفة إن العديد من الصيادلة في سوريا فروا من الحرب وحصلوا على ترخيص لممارسة الطب في بلد اللجوء، وهذا يساعد ألمانيا التي تبحث بشدة عن موظفين متخصصين. يذكر أن العديد من الصيدليات في ألمانيا تضطر إلى الإغلاق لأنها لا تستطيع العثور على خلفاء للصيادلة الذين يصلون لسن التقاعد أو يصابون بأمراض أو يتوفون. لذلك فإن المهاجرين يشكلون أهمية بالغة مع تقلص عدد الصيدليات في ألمانيا بسرعة. في الذكرى الثالثة لمقتل الإعلامي حسين خطاب، نفذ الأهالي وقفة لإحياء الذكرى في مقبرة مدينة قباسين شرقي حلب، وللمطالبة بمحاسبة قاتليه وحماية الصوت الحر في سوريا من خطر الاغتيال. 3 سنوات مضت على مقتل الإعلامي حسين خطاب، ليقف أهله وذويه اليوم وفاء لروحه للمطالبة بعدة أمور. معنا المحامي يوسف يتكلم لنا عن أهم هذه المطالب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نحن اليوم نقف وفاء لذكرى الشهيد حسين الخطاب ولذكرى شهداء الثورة السورية الذين قدموا التضحيات لكي نعيش أحرارا، ومن أقل الوفاء أن نقف في ذكراهم اليوم. طبعا الوقفة وفاء لذكرى الشهيد وللمطالبة بحماية الصوت الحر الذي دائما هو في خطر من كل مجرم وكل فاسد ومستبد. نقف اليوم للمطالبة بالقصاص من القتل المجرمين، وأن لا يتركوا طلقاء يعيثون في المجتمع فسادا وإجراما. فهذا أقل الواجب بالنسبة لنا كمجتمع كثوار، أن نقف وفاء لشهدائنا ولا ننسى شهدائنا مهما طال الزمن. مطالبات عديدة من قبل أهالي الشهيد ومحبينه وحتى الإعلاميين بالقصاص العادل من منفذي ومرتكبي جريمة الاغتيال، كما أيضا طالبوا بحماية الصوت الحر ولسان حالهم يقول من سيكون التالي من داخل مدينة قباسين. سراج الشامي، قناة حلب اليوم.
بهدف تعزيز التعاون والتقارب بين الإعلام العربي والتركي، أقام بيت الإعلاميين العرب في تركيا اجتماعه الثاني في ولاية غازي عنتاب التركية بحضور رسمي تركي. عرض خلاله الصحفيون مشاكلهم وتوصياتهم. المزيد في التقرير التالي. بهدف التعاون بين الإعلام العربي والتركي وبحضور نائب والي غازي عنتاب ومدير دائرة الهجرة في الولاية ومشاركة صحفيين سوريين وأتراك، أقيم في ولاية غازي عنتاب الاجتماع الثاني لبيت الإعلاميين العرب في تركيا. واقع العمل الصحفي ومصاعب واحتياجات الصحفيين كانت محور الكلمات والمداخلات. حلب اليوم انفردت بين الوسائل الإعلامية بكلمة رسمية قدمت خلالها عرضاً لأهم أعمالها التي تعاونت فيها مع وسائل الإعلام والجهات التركية بما يخدم السوريين وينقل معاناتهم عموماً والصحفيين منهم خصوصاً. نتمنى مثل هذه المبادرات أن تتكرر وأن تتحول إلى ورشات عمل أكثر جدية نناقش فيها سبل تعزيز التعاون بين الإعلام السوري والتركي، كما نرجو من خلال هذه الجلسة من السيد مدير الهجرة ومن نائب الوالي أن نصل إليه بعض التوصيات ربما أو المطالب بحماية الصحفيين السوريين وتسهيل عملهم، تسهيل أذونات السفر للصحفيين السوريين، أيضا البطاقات الصحفية وتأمين الحماية للصحفيين السوريين. وفي إطار الجهود لحل قضايا الصحفيين شارك الحضور تجاربهم خلال جلسة حوارية مع المسؤولين، عرضوا خلالها مشاكلهم وتوصياتهم لتحقيق أهداف الاجتماع وتعزيز التعاون بين الإعلام السوري والتركي. وأخذنا وعود وكما لاحظتم ورأيتم خصوصا يعني لأجل الحصول على المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية أن نفتح أن يكون غرفة واتساب لكي يحصل الجهات الإعلامية على الأخبار الصحيحة وينقلها للمجتمع. بدورهم أبدى الصحفيون الأتراك تفاعلهم خلال اللقاء وقدموا ملاحظات وتوصيات من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين. طبعا هذا البرنامج مهم، تكمن أهميته من أننا نعيش مشكلة في التواصل بين الصحفيين السوريين والصحفيين الأتراك. في الحقيقة لا توجد أي مشكلة بين الصحفيين السوريين والصحفيين الأتراك، مشكلتنا الوحيدة هي مسألة اللغة. برأيي يجب حل مشكلة اللغة حتى نتمكن من فهم بعضنا البعض بشكل جيد، باستثناء ذلك فنحن أولاد منطقة جغرافية واحدة وتراب واحد. اللسان الذي يجب على الصحفي استخدامه على وسائل التواصل هو اللسان الذي ينطق بالحق في وجه الظالمين، كما يجب أن يكون قلم الصحفي يهدف إلى السلام، هذا ما أراه. لذلك في هذا السياق يجب نهاية النشرة. مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب today tv.net. دمتم بخير وإلى اللقاء.